أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يستحب للوالد أن يزوج ابنه حال البلوغ؟ أحسن الله إليكم، يقول: هل يستحب للوالد أن يزوج ابنه حال البلوغ؟ إيه نعم، يزوج، استحب له، وأنكحوا الأيامى منكم، استحب له يزوج ابنه حال البلوغ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.